السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير مشاهدي الكرام. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذه الأيام المباركة تشتاق النفوس وتهفو الأرواح إلى تلكم البقاع المقدسة. وهنا نتساءل: متى يمكن للمرء أن يتوجه حاجا لبيت الله الحرام؟ وما الواجبات المالية التي تجب قبل الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ وهل يجوز الدين من أجل الذهاب إلى بيت الله الحرام؟ وما حكم التجارة فيه؟ وهل المبالغة في تكاليف الحج ونفقاته تنسجم أو ينسجم مع مقاصد الشريعة؟ قضايا مالية في الحج والعمرة عنوان حلقة الليلة من برنامج دين ودينار. وضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم حسن، كبير وعاص في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. حياكم الله دكتور. دكتور، أبدأ معك حقيقة، وأنا قلت في المقدمة فعلا النفوس والأرواح تشتاق إلى تلك البقاع المقدسة. لعلي قبل أن أسألك: ما هي الواجبات المالية التي تجب على من قصد بيت الله ومن توجه للحج؟ لكن لعلي أسألك: ما هي ميزات هذه العبادة، الحج إلى بيت الله الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام. فرض الله الحج على المستطيع، وهذه العبادة عبادة مالية بدنية. الصلاة عبادة بدنية، الصيام عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج يشترك فيها المال والبدن. وهذا الفرض والركن الركين من أركان الإسلام ركن متميز له خاصية لا توجد في العبادات الأخرى، نظرا لأن الحج فيه بذل الجهد بالنفس والمال والسفر ومفارقة الأهل والأوطان. ولا يخفى على أحد ما لهذا الأمر من عظيم أثر على النفس. جميل. وفيه امتحان للنفس البشرية حينما يترك المرء أهله ووطنه وعياله وماله خلفه، يخرج لعالم آخر بلباس آخر، يتجرد من الدنيا ليقبل على الآخرة، راغبا فيما عند الله عز وجل. ليس له غاية، ليس له هدف إلا أن يرضى الله عنه، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب دكتور، آتي من انطلاقا من هذا الحديث، حتى يكون الحج مبرور وحتى يكون الثواب الجنة إن شاء الله، ما هي الأمور التي تتعلق بالمال التي يجب على الحاج قبل أن يتوجه حاجا إلى بيت الله الحرام أن يقوم بها؟ الآن إنسان بدأ الآن يريد أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، ما هي الأمور المالية التي يجب أن يقوم بها؟ هذا سؤال مهم لكل أحد يريد الحج. فمن أراد الحج بدأ بالاستعداد له، وهذا الاستعداد في البداية يكون استعدادا ماليا، بحيث أنه يستعد بمال حلال، يستعد بوصية يفصل فيها، يستعد بوضع يختلف عما سبق، بحيث يبرئ ذمته من الحقوق التي عليه، رد الحقوق إلى أهلها. وحينما أتكلم وأذكر الوصية، نعلم علم اليقين أن الوصية سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لكل أحد من المسلمين. ما المقصود بالوصية؟ والمقصود بالوصية أن يبين الإنسان
ما له وما عليه وما يوصي به من خلفه إذا مات. حلو. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الوصية حين بين عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه. ما المقصود بهذا الحديث؟ مقصود أن لا يتأخر في أن يوصي، حتى ولو لم يكن مسافرا. حتى لو لم يكن مسافرا، فإنه لا يدري ما يعرض له. الموت قادم والموت يفاجئ الإنسان، فلذلك هذه الوصية عندما تبين ما لك، عندما تبين ما عليك، عندما تبين حقوق الناس، كم تترك من الأثر الطيب بعدك. ونحن نعلم من خلال الحوادث والتجارب الشخصية أن الذين ماتوا من دون وصية احتار الورثة في تفصيل هذه الحقوق ومعرفة هذه الحقوق. وكثير من الحقوق ما له وما عليه يضيع، لأنه لم يبين، لم يذكر. لما تعلم أن هنالك أمور مالية كثيرة تخفى على الورثة لا يعرفها إلا المورث، فإذا مات المورث ضاعت الحقوق واختلط الحقوق. أما إذا بين الإنسان ما له من أموال وما له من حقوق وما عليه للناس وما أوصى به من بعده من ورثته، فإن لذلك الأثر العظيم من الخير والنفع تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى المسافر، ومن باب أولى الحاج، فإنه لا يدري أيرجع أم لا يرجع. طيب. إلى وطنه. دكتور، هناك فضيلة الدكتور من يقول بأنه الوصية فيها شيء من التشاؤم، فيعرض عن كتابة الوصية ويقول لا أريد يعني أن أفول على نفسي أو أن يعني أتشاءم أنني سأموت، ولذلك يتركها. هل هذا من ناحية شرعية صحيح؟ هذا إن دل على شيء يدل على عدم فهم أو ضعف إيمان. الوصية عبارة عن كتابة، عن بيان، عن تفصيل للحقوق، أو أمر بالتقوى أو أمر بالالتزام لمن خلفه. هذه الأمور لا تقرب أجلا ولا تبعده. الآجال محدودة، محتومة عند الله سبحانه وتعالى، مقدرة، لا علاقة بالوصية فيها. فلذلك من أوصى إنما امتثل لسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلب نفعا لنفسه ولغيره. فما من سنة إلا وفيها الخير العميم. أما أنها تقرب الموت فهذا خوف من الموت، والمؤمن عليه أن يكون مستعدا للموت. فنحن لا نعلم إذا خرجنا من هنا هل سنجد الموت أمامنا أم لا. قد تجده في الطريق، وقد يأتيك وأنت نائم، وقد يأتيك وأنت مصبح، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدقت. الدكتور هنا يعني تفضلت وقلت أنه أن يبرئ الإنسان ذمته المالية قبل أن يذهب لأداء الحج، ما المقصود بهذه الجملة؟ الإنسان معرض في هذه الحياة إلى أمور كثيرة، وقد يكون عنده التقصير، وقد يكون عنده من الذنوب والمعاصي، وقد يكون من جملة هذه الذنوب أمور مالية أو أمور أخرى من التعدي بالغيبة، بالنميمة، بغير ذلك. فالجانب المالي جانب مهم، فلا يعقل أن يسافر الإنسان إلى عبادة ينال بها رضا الله عز وجل وتكون ذمته مشغولة بحقوق الناس، كأن يكون أكل لهذا مالا، أو عليه دين لهذا ما طل به، أو ظلم أحدا. فلا بد من رد الحقوق إلى أهلها، ورد المظالم إلى أهلها، ولا بد أن يرد المال صغيرا كان، قليلا كان أو كثيرا، إلى صاحبه قبل أن يسافر، بحيث أنه لو مات رجع الحق إلى أهله. ولذلك كثير من الفقهاء يطلب من المسافر أنه إذا أراد أن يسافر أن يستأذن من صاحب الدين. جميل. لو كان عليه دين، فما بالك لو كان عليه مال، أكل مال فلان، أو ظلم فلان، أو تعدى على فلان، أو عنده من المال الحرام.
المال السحت الذي اجتمع إلى جانب ماله. فإذا إبراء الذمة المالية وتنظيف الذمة المالية قبل أن يسافر أمر وهذه من آثار الحج. مكان. نعم. أنا أسأل هنا فضيل الدكتور، ما حكم الحج؟ هل هو مقبول إلا عندما يحج بمال حرام؟ هل ورد أثر بمنع قبول الدعاء أو عدم قبول الحج؟ كل الآثار والأحاديث والأدلة تطالب الإنسان بأن يحج بمال حلال، ولا يعقل أن يكون الإنسان في عبادة بمال حرام. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والحديث الشريف الذي ذكر المسافر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا كان الدعاء، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، فإذا كان الدعاء لا يستجاب فمن باب أولى العبادات والأركان. فكيف تحج بمال حرام إذا كانت هذه العبادة مالية بدنية، جزء منها مالي جزء منها بدني، وهذا السبب هو سبب حرام؟ إذن وقد وردت آثار أخرى وأحاديث أخرى حينما يضع رجله في الغرز ويقول لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حرام يقال له لا لبيك ولا سعديك، يرد عليه عمله لأن أصل العمل لا أثر له. جميل. أما إذا كان ماله حلال فينال الرضا وينال القبول من الله عز وجل، لبيك وسعديك، ينال المغفرة من الله عز وجل. لكن هنالك ناحية نبينها وقد ذكرها الفقهاء من الناحية الفقهية. أنا أريد أن أسأل هنا معذرة فضيل الدكتور، هناك من يعتقد ويحتج ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم، وفي رواية كيوم ولدته أمه، يأخذ هذا المال ويقول أنا حتى ولو لي حقوق الناس لها حقوق علي، أنا إذا حججت بيت الله، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا ذنب يمحوه الله عز وجل، هل هذا من الناحية الشرعية صحيح؟ نعم. الذنوب نوعان والحقوق نوعان، حق لله وحق للعبد. أما الحقوق والمعاصي التي تكون بين العبد وربه فالمأمول من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها عندما يتجلى الله على عباده ولملائكته في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. وها نحن على مشارف يوم عرفة، فيوم الجمعة إن شاء الله يوم عرفة، وأذكر الإخوة جميعا بفضل هذا اليوم العظيم وصحة ما ورد في فضله من أحاديث عظيمة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، فالله الله أن لا نفرط في صيام يوم عرفة وما أمكن من الأيام المتبقية. يتجلى الله لعباده ولملائكته حينما يقول لهم انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ذنوبهم ولو كانت مثل زبد البحر. وعلى المسلم الحاج أن لا ينصرف من موقف عرفة إلا وهو موقن إن شاء الله بالمغفرة. هذا في جانب ما كان بين العبد وربه من ذنوب وتقصير، عسى الله أن يغفرها إن شاء الله. أما حقوق العباد فهي بخلاف حق الله عز وجل، حق الله قائم على المسامحة وحق العبد قائم على المخاصمة والمشاححة، فلا بد من رد كل حق صغير أو كبير مادي أو معنوي إلى أهله. جميل. قليلا كان أو كثير، بحيث أنه لو علم أن لفلان عليه ولو 5 دراهم عليه أن يردها، فما بالك إذا كان مالا كثيرا. وهنا يتبادر للذهن ماذا يفعل ذاك الذي ظلم. أنا أريد أن أسأل هذا السؤال بالنسبة للمرتشي، بالنسبة للذي أكل ميراث أخته، بالنسبة للذي أكل مال أخيه، بالنسبة لمن أخذ بعض الأموال العامة، هذه الأموال كيف يستطيع أن يبرئ ذمته من أجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام؟ كل ما تفضلت به من أنواع المال الحرام السحت الذي يأخذه المرء
ولا يأخذه إلا حين يضعف إيمانه فيتجرأ على الحرام بقليله أو كثيره، فيظلم قريبه أو يظلم البعيد أو يظلم الصغير أو يظلم اليتيم أو يظلم إخوانه أو أخواته أو يأكل المهر أو 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 إلى آخره، أو يرتشي أو يأكل أموال الدولة فيسرقها ظلما وعدوان. كل هذه الأموال أموال سحت وحرام. وهنا السؤال الذي تفضلت به، ماذا يفعل ذاك الذي أخذ الحرام من أي طريق كان؟ فإن كان حقا للعبد عليه أن يرجعه إن أمكن ذلك. جميل. يرده إليه ويطلب منه المسامحة عن ظلمه ومطله وهضمه لحقه. فإن تعذر عليه الوصول إليه أو معرفته بنحو موت أو سفر أو انتقال أو غير ذلك، أو عدم معرفته، أو عدم معرفته، فإنه يتصدق عنه. فإن ظهر ذاك صاحب الحق فعليه أن يعيده له مرة أخرى. جميل. وإن كانت أموال أخرى لجهات معنوية أو جهات رسمية كحقوق الدولة عليه أن يعيدها. جميل. لي سؤال فضيل الدكتور، لكن اسمح لي أخذ هذا الاتصال. خالد عبد الله من السودان، تفضل. خالد اسمعني من الهاتف لو سمحت، توطي صوت التلفزيون. خالد، طيب تفضل يا خالد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل الشيخ على انه مثلا عندنا على السودان بعض المؤسسات بتحجج الجماعة اللي هم منسوين معها في الشركات او في المؤسسة. نعم. ايه حكم الدين او حكم المال في هذه من اي ناحية يعني؟ انا لما من اي ناحية اخي خالد؟ من ناحية المال، هم يحججون سيادة المؤسسات يحججون أفرادهم وبعدين يخصمون يعني منك في المرتب أو على الأقساط من دون أخذ زيادة أو فائدة. أيوة، على صندوق على صندوق المؤسسة يعني. أشكرك أخي خالد. تسمع الجواب فضيل الدكتور، سمعت السؤال لعلي أعود إلى موضوع الآن رد الحقوق إلى أصحابها. بعض المؤسسات، وهذا معروف، أنهم تحجج بعض الموظفين الموجودين عندها، لكن عندهم في السودان نظام أنهم يحججون الموظف على حسابه، يعني يأخذون المال أقساطا من راتبه بدون فائدة. حكم هذا الموضوع؟ وبدي أسأل أيضا أنه بعض المؤسسات تقوم بتحجيج بعض موظفينا مجانا، لكن المشكلة أنه الموظفين يتكرروا في كل سنة. من يتحمل هذه المسؤولية؟ وهل هذا الأمر مشروع؟ اسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في برنامجكم دين ودينار، نتحدث عن قضايا مالية في الحج والعمرة، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم حسن، كبير وعاظ في شؤون في دارة الشؤون الإسلامية في دبي. دكتور مرحبا بك مرة أخرى، واسمح لي، سألتك قبل الفاصل عن موضوع المؤسسات التي تحجج الموظفين على نفقتها ومن ثم تقتطع التكلفة من رواتب هؤلاء الموظفين، هذا هو السؤال. هذه ناحية طيبة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وربما في البلاد الفقيرة لا تتهيأ الفرصة لكل أحد أن يحج، نظرا لقلة من يمتلك المال والزاد والراحلة والأجور، فهذا نوع من التسهيل. حلو. نشجع عليه، وقياسه على من يقرض الآخر من نفسه.
أن يسهل له فريضة الحج، وخاصة لمن لم يؤدي الفريضة. إذن أمر طيب، أمر طيب هذا. الموضوع الذي طرحته أيضا، بعض المؤسسات فعلا تقوم بإرسال بعض موظفيها والنفقة عليها، لكن أحيانا نلاحظ أنه الموظفين يتكررون في محسوبيات. نعم، ما حكم ذلك دكتور؟ هذه المسألة نفصلها، ومن المسؤول حقيقة، وهي مسألة مهمة. فنقول أن المؤسسات التي تقوم بإرسال وفود للحج، إن كانت هذه الجهات جهات تهتم بالحجاج وفي وجودها مصلحة للحجاج، سواء أكان من الناحية الدينية الشرعية لتوجيه الحجاج وتثقيفهم وتوعيتهم، هذا شيء طيب، أو للسهر على راحتهم وأمنهم وصحتهم. أما الأصل فإن الدول والحكومات ليست مسؤولة عن حج الأفراد. جميل. الحج هو على المستطيع. نعم. وحقيقة الأمر أنه في كثير من البلدان تبذل أموال طائلة وربما تدخل فيها الشبهات، وخاصة في اللجان التي ترعى هذه الأمور. فلذلك نقول ونذكر، وهذه ناحية مهمة وفي وقتها، أن يختار لهذه المهمة أناس أكفاء على مستوى المسؤولية من الخوف من الله ومن النزاهة. يعني ليست فرصة للتسابق في استئجار البيوت والحصول على العروض وكسب ما يعطى للجان الشراء، هذه فرصة لمن ليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. وأقول تبديل هذه اللجان كل سنة، خلط الأوراق. جميل. حتى لا تكون لجان أولا شكلية، الشيء الثاني أن من يأتي جديدا تمكنه من الحج، يعني تمكنه من الحج ويستفاد من خبرته وتعطى الفرصة لغيره. أما تكرار الوجوه وتكرار الناس بشكل سنوي، فلان دائما للحج، ما ميزته لا ميزة له، ما فضله لا فضل له، إما بسبب قرابة أو بسبب معرفة أو بسبب آخر. فنقول للجان الحج والمسؤولين عنها في المؤسسات، هذه في ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى. جميل. أن ترسلوا من يقوم على رعاية الحجاج ومن يخدم الحجاج. ولا يكون ذلك صوريا. جميل. وشكريا. صحيح. وهيئوا الفرصة في كل عام لأكبر عدد لم يحج. جميل. وتكرار الوجوه أمر فيه ريبة. صحيح. دكتور قبل، حقيقة معي يعني مداخلة، لكن قبل أن أخذ أسألك سؤال وأود منك يعني الإجابة بشيء من الإيجاز حتى أتوجه إلى المستشار القانوني. موضوع التجارة في الحج من الناحية الشرعية، هل هذا أمر جائز أم فيه شبهة؟ التجارة فيها منفعة ليشهدوا منافع لهم. حلو. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وحقيقة الأمر هذه المنفعة ربما على ضربين، على نوعين، هي منفعة للحاج أو منفعة لأهل المكان أو منفعة لعامة المسلمين، روحية ومادية. نعم، فيها منافع كثيرة. نعم. فكثير من الحجاج يستفيد من رحلة الحج، وكثير من القائمين على المواصلات يستفيدون، وشركات الطيران تستفيد، وشركات النقل تستفيد، وأهل العقارات يستفيدون، والحملات يستفيدون، والأضاحي يستفيدون، وأهل العروض التجارية كلهم يستفيدون. حتى أنه في رقم ذكر أن عائدات الحج هي أكثر من 25 مليار في سنة واحدة، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أن يجلب الله هذا الخير على بلد بسبب الحج. صحيح. وهذه العبادة العظيمة. وكما يعاني أهل البلد بسبب الحج ربما من شدة أو من ضيق أو من أزمة مواصلات أو غير ذلك، فيعوضهم الله سبحانه وتعالى. حتى أن الأرقام الإحصائية تذكر أن هنالك أعداد كبيرة يستفيدون دخلا في موسم الحج يكفيهم طوال العام. جميل. وأنا أحب أن أسأل هنا عن الضوابط، حقيقة اسمح لي أخذ هذه المشاركة من المستشار القانوني عدنان الصالح من الرياض. سعادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. حياكم الله سعادة المستشار. يعني أريد أن أسأل هنا، من الجهات المختصة في الرقابة مثلا على المنتجات، على حملات الحج، على الأضاحي، على من ناحية الجودة أيضا والناحية السعر أيضا، وهل هنالك من عقوبات تترتب في حال مخالفة التشريعات والقوانين المتعلقة بالحملات أو المنتجات المباعة؟ نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر لكم يعني هذه الاستضافة. إن كان الحديث عن الحج أو عن موسم الحج، فلا بد أن نشير إلى نقطة مهمة يعني أكدت عليها المملكة العربية السعودية في ما قبل الحج، وهي يعني شعار لا حج إلا بتصريح، وهذا طبعا رسالة واضحة لكل حجاج الداخل أو الخارج أن أمر الحج اختلف عن سابقه، فهو أمر منظم بشكل قانوني مرتب يحتاج إلى ضوابط لا بد أن يحترمها الجميع من أجل أن يكون حج ميسر وسهل للجميع. أما فيما يتعلق بقضايا الجهات المعنية بالحج، فلا شك أن الزمان والمكان ضيق جدا، هذا يستدعي وجود جهات ذات يعني انسجام عالي جدا في التعامل مع حساسية الموقف وحساسية الزمان والمكان، لأنه طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن الحج أيام معدودات لها أماكن وأزمنة محددة لابد أن يكون الحاج متواجد فيها. لهذا فشكلت لجنة تنسيقية عبارة عن ثلاث لجان، وهي وزارة الحج وهذا لا شك فيه، وهي ووزارة الداخلية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة، ويقومون بالتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالضوابط والقوانين والرقابة على كل ما يتعلق بالحج. إن كان الحديث عن التجارة في الحج، فلا بد أن نتحدث أولا عن ما يعرف بحملات الحج والأسعار والمغالاة فيها، وذكر كثير من هذا الحديث فيما سبق، ولكن يوجد ضوابط قانونية ونظامية ما هي الضوابط حملات الحج؟ يعني نعم. أريد أن أسأل هنا، يعني الآن بصراحة سعادة المستشار عندنا حملات بتسمى 5 نجوم و7 نجوم ومبالغ نعم. فلكية يعني حقيقة، هل هنالك يعني رقابة على هؤلاء وما هي التشريعات؟ لا شك يوجد ضوابط ورقابة أكيدة ولصيقة لكافة حملات الحج، ولكن إن سمحت لي قبل الحديث عن حملات الحج الحقيقية، دعني أتحدث أولا عن حملات الحج الوهمية التي ليس لها وجود حقيقي على الواقع، والتي يعني تمارس الاتجار بأموال الناس بطريقة وهمية. ولهذا لا يخفى عليك أنه هذه اللجنة، توجد لجنة مكونة هي لجنة النظر في مخالفات الحج، هذه اللجنة مدتها حوالي 60 يوم، تبدأ أثناء الحج وحتى بعد الحج بالنظر في هذه القضايا. العقوبات المترتبة على الحملات الوهمية قد تصل في بداية الأمر إلى أكثر من 100,000 ريال كغرامة، وكذلك قد تضاعف يعني الغرامة، قد تضاعف الغرامة فيما بعد لأكثر من 200,000 ريال، وكذلك يوجد شق قانوني فيما يتعلق بالحق العام. فالحملات الوهمية تحال في أغلب أحوالها، الحملات الوهمية تحال إلى اللجنة، ومن ثم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كجريمة تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف كما هو في القرار 2000 لوزارة الداخلية، يعني وهي فيما يعرف بالنصب والاحتيال. نعم، أمر طيب، يعني هذه التشريعات هي مفهومة حقيقة، ويعني كلنا ربما وكل من يستمع يقول هذا التشريعات ممتازة جدا، لكن كيف تستطيعون ضبط تلك الحملات الوهمية، ولا سيما أحيانا تكون من بلدان أخرى؟ يعني يوجد تنسيق متكامل كما أعرف، ولو اطلعت على الصحف خلال الأيام السابقة تم ضبط أعداد بالمئات لحملات وهمية، وتم إحالتهم هيئة التحقيق والإدعاء العام، وكذلك معاقبتهم. يعني يوجد لجان تنسيقية يتم الإشراف عليها ويتم إحالتهم كذلك، وخاصة فيما يعرف بحملات الوهمية، أغلب الشكاوى تكون موجودة من قبل بعض الحجيج الذين يتفاجؤون بعدم وجود حملة أصلا،
فمن السهل تقديم الشكوى للجهات المعنية وضبطهم والتحقيق معهم وكذلك حالتهم للجهات المعنية. بالنسبة لارتفاع الأسعار هذه أود منك الإيجاز قليلا سعادة المستشار. نعم، فيما يتعلق بقضايا كذلك يوجد اللجنة، اللجنة كذلك من ضمن اختصاصاتها الرقابة على أسعار الحجاج وتكلفة الحج كما يعني هو معروف بخمسة يعني نجوم، ويتم التنسيق يعني السقف. نعم. سقف الحملة قديش مع ممكن السعر أنه تطرحه؟ هل هي حرة تأخذ المبلغ البداية؟ أول لا يوجد تحديد فعلي فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين لأسعار معينة لجهات معينة، لا يوجد أسعار يعني ستاندر كما يقال أنه هذا السعر هو، ولكن توجد لجنة تقوم بعمل رقابة وتنسيق وتقدير لأسعار حملات الحج، حملات حج الداخل، وعلى ضوئها يتم يعني استصدار القرار هل هو مخالف أو غير مخالف. فيوجد اللجنة هي من صلاحيتها من تقوم بتحديد تلك الأسعار بطريقة أو بأخرى من أجل ضمان سلامة الحج وعدم استغلاله. فيما يتعلق بالأضاحي بس بإيجاز لو سمحت سعد المستشار. والله يعني الأضاحي طبعا هي من اختصاص الأمانة، أمانة المنطقة، أمانة مكة المكرمة، بالتنسيق مع الجهات الضبطية فيما يتعلق مثل وزارة الداخلية أو غيرها، ولكن الحال يرتبط بأمرين، بالأسعار وكذلك بالجودة وحتى المنتجات التجارية والسلع. مثلا أن تعرف في هذا الوقت الضيق ستجد أنك تحتاج إلى العمل خلال 48 ساعة خلال 24 ساعة، تحتاج إلى جهات تعمل بشكل دؤوب. صح. لأن الأمر قد يتعرض يعني الحاج إلى أضرار وتبعات صحية تتعلق بالمنتجات برداءة المنتج، وقد يتعرض إلى أضرار أخرى كثيرة جدا. فالجهات فيما بينها تستطيع أن تنسق هذا الأمر، ولكن توجد لجان. هذه اللجنة تعتبر فيما يعرف بالاصطلاح القانوني لجان شبه قضائية موسمية. جميل. تقام أثناء فقط فترة الحج، ويقومون بعمل نظر الدعوة، نظر التحقيق في القضية واستصدار القرارات. جميل. وقد تصل العقوبات طبعا حتى إلى السجن فيما يتعلق بقضية المخالفات. ولكن عتبي على اللجان التطوعية فيما يعرف بجمعية حماية المهلك المملكة العربية السعودية، فليس لها مع الأسف أي وجود حقيقي واقعي لأعظم شعيرة من شعار الإسلام، وهي أن تقوم بدورها الإنساني والاجتماعي وحتى الديني في حماية المستهلك أثناء فترة الحج، خاصة إذا علمنا أن حجاج الخارج الذين يأتون إلى المملكة العربية السعودية قد لا يعلمون كثير من الأنظمة والقوانين، ويجهلون المنتجات، ويجهلون طريقة التعامل مع التاجر والتجار وغيره، فلا بد أن يكون لهم دور تطوعي كمثل الهلال الأحمر أو مثل الكشافة أو غيره من اللجان الأخرى. لذلك عليهم واجب كبير قد تخلوا عنه بالكامل، وأنا أدعوهم إلى المشاركة في هذا الموسم. أشكرك سعادة مستشار عدنان الصالح، وهذه رسالة وجهناها إلى الجهات المتطوعة وتذكير حقيقي لكي يقوم بدورهم. أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار عدنان الصالح من الرياض. أعود إليكم فضيلة الدكتور، ومعذرة لعلي أطلت قليلا، لكن كان حقيقة يتكلم عن قضايا مهمة في تتعلق بالتجارة والضوابط التي ينبغي أن تكون. دكتور، أريد أن أسأل موضوع ذكر أيضا الذهاب إلى الحج بدون تصريح، هل هذا جائز أم هو ينسجم مع الشريعة من أجل تسهيل الحج على الناس؟ ولي الأمر ينظر في مصلحة المسلمين، وما يشرعه وما تخرج من قوانين في هذا الصدد هي لمصلحة المسلمين العامة، ولذلك فعليهم الانضباط تجاه هذه الأوامر، ومن ذلك تصريح الحج. وتصريح الحج فائدته تنظيم الحج. جميل. تنظيم الأعداد، لأن هذه الرقعة الصغيرة لا يمكن أن تفتح في أبوابها لكل الناس. العالم الإسلامي كبير. نعم. مليار. وإلا لضاق المكان بأهله، ولا مات من الحجاج الله أعلم كم يموت. نعم. إذن هذه لمصلحة الحجاج، للحرص على إتقان هذه العبادة، للتخفيف من الزحام، فإذن لابد من الامتثال. نعم. لكن هنالك ناحية أيضا في الذكر كما ذكرها الأخ المستشار، بالنسبة للمسؤولين عن حملات الحاج وحملات الطوافة المطوفون، كثير من هؤلاء همهم الارتزاق
لا يهتمون بمصلحة الحجيج. نعم. ونحن بشر، فكما يوجد الصالح يوجد الطالح. صحيح. ويهضم كثير من الحجيج حقوقهم في هذا الموسم، وأغلبهم ضعفاء يعني. وأغلبهم ضعفاء، كيف وصل هذا المسكين إلى هذا المكان؟ فما بالك بذاك الأعجمي المسكين الذي جاء من بلاد بعيدة. صحيح. لا يعرف لغة أهل المكان، يوجه إلى مكان لكي يتخلص منه. وقد رأيت هذا بنفسي، أنهم يوجهون الناس إلى عرفات وإلى منى ببطاقات وهمية لأعوام سابقة، فلما يصل الإنسان إلى ذاك المكان يقال له هذا مكان العام الماضي والسنة توجد خطة جديدة. إذا وصل الحاج تعرف إلى عرفات، هل يرجع مرة أخرى إلى مكة لكي يستفسر؟ وإلى من يشتكي سوى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لابد من تدقيق هذه الأمور والحرص على مصلحة الحجيج. أما في جانب المغالاة في الطوافة وحج الخمس نجوم وحج السبع نجوم، فنحن لا نمنع على من يسر الله عليه ومن عليه بالمال أن يريح نفسه. لكن دكتور معذرة، يعني ورد هكذا يقول البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج أشعث أغبر. نعم. وكما جاء في الأحاديث يعني جاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، فكأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث القدسية تبين أن الحاج أشعث أغبر، يعني مش هذا ليس من باب الفرض. إنما هو وصف لحال الحجاج في ذاك الزمن الذي كان لا يسافر المرء فيه مسافة إلا وقد أصابه من الغبار والتراب وأثر السفر والجهد والعناء ما أصابه. إذن من ناحية نحن لا ننكر على إنسان يريد أن يريح نفسه أو أن يتنعم بما فضل الله عليه من نعم من مال، لكن المبالغة في هذه الأمور، المبالغة في هذه الأسعار كما تفضلت حتى صارت أسعار خيالية، نقول هنا لابد من تدخل المسؤولين في التسعير الإجباري لوضع سعر إجباري. إذا كان العلماء قد رخصوا في تسعير الطعام والشراب، أليس من باب أولى أن يوضع سعر لهذه النقلة أو لهذه الأسفار أو لهذه الرحلات التي هي مرتبطة بالعبادة؟ وأن لا يترك الحبل على الغارب لطمع الطامعين ولضعف نفوس الضعيفين الذين همهم جمع المال فقط. عندما يحدد المال، عندما تحدد الأجور، يكون ذلك حدا فاصلا بين متطلبات النفس البشرية التي تحب المال وتشتهيه وبين ما يكون مناسبا لكل الناس. اسمح لي دكتور اطلع فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدي الكرام كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. فضيلة الدكتور، أريد أن أسألك حقيقة بعض الأسئلة يعني المباشرة. هناك من يدفع رشوة من أجل الذهاب إلى الحج، ما حكم دفع هذه الرشوة؟ وهل يجوز للإنسان الذي حج يعني ليس أول مرة يريد أن يذهب، هو حج قبل ذلك ويدفع الرشوة أيضا من أجل أن يحج، أن يأخذ دور غيره بأسلوب أو بآخر، هل هذا جائز؟ الأصل في الرشوة أنها حرام، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما. لكن إذا كان لم يؤدي فرضه واستحال عليه الحج إلا بهذه الطريقة ولا يؤذي غيره ولا يأخذ دوره بحيث يتعدى، وهذا حق للغير أخذ مكانه، فإن ذلك جائز له إذا لم يكن قد أدى الفرض قبلا. أما في حق من يأخذ، الموظف الذي يأخذ حتى يسهل له الحج، فهو مرتشي. وبالنسبة له هو وصول إلى حقه ولو بطريق فيه تجاوز أو إثم في الظاهر. أنا بدي أرجع فضيل الدكتور لسؤال خالد عبد الله من السودان، موضوع الاستدانة من أجل الحج. يعني مؤسسة كما تفضل
يعني هي تعطيه مبلغ من المال من أجل أن يذهب للحج إلى بيت الله الحرام، ومن ثم تقتطع هذا المبلغ تقسيطا. هل يجوز للإنسان المسلم أن يستدين؟ لأنه يعني الملاحظ حقيقة هنالك البعض يستدين المال من أجل الذهاب إلى الحج، يرهق نفسه ويرهق أهله ويضيق عليه وعلى، ولا يستطيع الرد أيضا، يعني يذهب إلى بيت الله الحرام ويعود والناس عليها لها عليه حقوق. هل يستطيع الإنسان من الناحية الشرعية أن يستدين لكي يذهب إلى الحج، أم أنه ينظر إذا كان قادر على السداد أو غير قادر على السداد؟ تفضل دكتور. هذه المسألة تختلف حسب حال الشخص كما تفضلت. فإن كان الشخص عنده ما يستطيع أن يسدد به هذا الدين الذي استدانه إذا رجع فلا بأس بذلك، أو إذا كان عنده أمور موعود بها تحضر له بعد الحج يؤدي حقوق الناس. أما الذي يستدين وقد أدى الحج كثيرا، يكون قد حج لكنه مشتاق للحج، يستدين من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم يماطل بحقوق الناس ويهضم الناس فيتكلم الناس على الحجاج. وأقول إذا كان الحاج هكذا يفعل بالناس ويأكل أموال الناس، وأصل الحج أن الحج على المستطيع. فإذا كان المرء ليس مكلفا بالحج ليس عليه حج الفرض أصلا. معيار الاستطاعة دكتور ما هو؟ معيار الاستطاعة، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، أن يكون عنده زاد وراحلة، والراحلة كانت في القديم كما تعلم الآن أجور السفر سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة أو بالسفن، تكون هذه الأجور بما يناسبه ويلائمه. فالذي يلائم الشاب لا يلائم الشيخ، صحيح، المسن المريض. إذن هذه أجور السفر زائد نفقة عياله، والله ذهب للحج وترك عياله جائعين دون نفقة، تركهم محتاجين بدون نفقة، وهو ملزم بنفقتهم حضرا وسفرا لأي سفر، وهو بينهم ملزم بهم، فهو يسافر لعبادة مع التقصير في الواجب، يسافر لسنة ومقصر في الواجب. هذه مفاهيم مختلطة على الناس دخلت عليهم بأسلوب عجيب. ومن أمثلة ذلك كثير، أن الإنسان يقوم بعبادة فيقع في الإثم. وأنا سأضرب بعض الأمثلة الآن، ما أدري هل توافقني عليها، أن تكرار الحج لا سيما من قبل النساء، يعني هي حجت بيت الله الحرام وتقول لزوجها أنا بدي أروح شئت أم أبيت، وبدها تروح، وربما يصير مشكلة. هل هذا يعني جائز أم هي طالما أدت فريضة الحج لابد من إذن الزوج؟ إذن من حيث الأصل أن الحج على المستطيع، فمن لم يستطع ليس عليه واجب أو فرض أن يستدين من الناس أو يقترض أو يذل نفسه أو يهين نفسه حتى يذهب للحج. جميل. من ناحية أخرى، أن هذه المرأة إذا توفرت لها الأسباب بالإضافة إلى المحرم، الاستطاعة زائد المحرم، وجب عليها الحج، وإلا بالأصل لا يجب عليها الحج. فكثير من النساء كما تفضلت ربما تطالب بالحج وهي لا تملك وليس لديها القدرة المالية، ترهق زوجها لكي تذهب. أنت لست مكلفة بالحج. طيب من ناحية أخرى دكتور، أليس من باب يعني خلينا نقول الإحسان هذا باب الزوج ثاني أن يقدم نفقة هذا الحج باب ثاني لزوجتي. باب المودة، باب الرحمة، باب الفضل بين الزوج وزوجه، أن يمن عليها، أن يتكرم عليها بإرسالها أو باصطحابها للحج، وهذا ما يفعله عامة. هل هو واجب علي أم لكنه هو من حيث الوجوب لا يجب عليه ذلك. لا يجب عليه ذلك، بل أقول إن جلوسها في بيتها ربما يكون أفضل. وما ذكرته من مثال هو حقيقي. سألني أحد السائلين، زوجتي تريد أن تذهب إلى الحج، قلت لها أنت حججت أكثر من مرة وليس عليك الحج، اجلسي في بيتك أنت امرأة مسنة. قالت سأذهب إلى الحج شئت أم أبيت. هنا وقعت في المعصية لمخالفة الزوج، لكنها ترغب وتشتاق للحج. سوء فهم، عدم معرفة. أنا هنا أريد أنا ولا يعني ننسى التكرار فضيلة الدكتور قبل أن نغادره. نعم. موضوع تكرار الحج الآن عندنا نماذج غريبة، تبذل المال الكثير في غير ما شرع له. هذا المال هنالك المسلمون وحاجاتهم التي لا تنتهي،
رجل يذهب في رمضان يجلس طوال رمضان في مكة المكرمة فيصرف الآلاف المؤلفة، ربما هذا المال يكفي لعشرات بل مئات الأسر المسلمة المحتاجة. المسلمة نعم المحتاجة التي لا تجد الآن القوت ولا تجد الزاد ولا تجد الطعام ولا تجد الشراب ولا تجد الدواء، إنما يريد أن يتعبد هذا الرجل. إذن عندنا في الشريعة في أولويات. نعم أولويات، فأيهما أن تسد حاجة المعوزين الفقراء المساكين وتشعر بآلامهم أم تذهب لسياحة باسم العبادة؟ يسكن في فندق 5 نجوم ويقول أنا عندي مال أبذل في هذا، لا هنا أولى، هنا أولى. والذي أدى فريضة الحج أمامه الأبواب مفتوحة أن يدخل فيها، أن يساهم في مساعدة إخوانه المسلمين، أن يساعد في كفالة الأيتام، أن يساعد في التعليم، أن يساعد في الصحة. هذه الأبواب كما فعل عبد الله بن المبارك صحيح. وما جاء في الأثر صحيح. أنه وقد ورد ذلك في حج الفرض أنه رجع عن حج الفرض، فما بالك بحج، فما بالك بحج النفل. نعم. فإذا هنالك مفاهيم مختلطة يجب أن تصحح، يجب أن تصحح، وهنا دور العلماء في توعية المسلمين وبيان فقه الأولويات لهم. جميل. ونشر هذه الأفكار الصحيحة والابتعاد عن هذه الأفعال التي يقعون فيها. دكتور، هل المرء مكلف بنفقة الحج عن أبيه عن أمه؟ أنت تفضلت عن الزوجة أنه من باب الإحسان ومن باب التعاون ومن باب المودة، فمن هذا الباب إذا قام الرجل بكسب ود أبيه وبره بأن يكرمه بالسفر للحج هذا أمر طيب، أو ولده أو زوجته أو غيره. لكن من الناحية الفقهية من لم يكن مستطيعا هو ليس مكلف بالحج، وليس مكلف أن يستدين، وليس مكلف أن يستدين، وليس على الولد أن يحججه. جميل. فإن قام به فذلك فضل منه وبر منه، لكن الحكم الفقهي أنه ليس من الفرض ولم ترد الأحاديث بذلك. جميل. لعل هذا فيه يعني ملمح لعزة نفس المؤمن أن لا يكسر نفسه، لأنه أصلا حتى لولده. سبحان الله. حتى لولده. دكتور، أنا هنا أريد أن أسأل، الزوجة عند عقد زوجها هل لها أن تشترط لزوجها نفقة الحج في عقد الزواج؟ هذا على قول من قال بجواز الشرط في العقد. لعلهم خلوا يشترطوا. نعم. دكتور، فإذا شرطت فذلك داخل في جواز من قال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون او المسلمون عند شروطهم. وساد الحنابلة. نعم. نعم. اما من لم يجز قال ذلك شرط لا يؤخذ به. طيب فضيل الدكتور، ايضا اريد ان اسال، هنا كثير من الاباء من الرجال يكون عنده لم يحج لكن عنده ولد الان اصبح في سن الزواج، ايهما يقدم؟ هو معه مبلغ فقط، اما ان يحج به واما ان يزوج به ولده، أيهما أولى من الناحية الشرعية؟ من الناحية الشرعية إذا بلغ الولد وصار في سن الرشد ما عاد الوالد مسؤولا عن نفقته. عليه أن يعمل، أن يكد، أن يكسب، وأن لا يكون عبئا ثقيلا على والده. وفي هذا تنبيه لكثير من الأبناء الذين يرون أنه من الواجب على الآباء أن ينفقوا عليهم. لا، هذا كرم وأخلاق. لكن الحياة اليوم دكتور، يعني الولد يبلغ هو في الجامعة وبعد لسه يعني ما تخرج وليس عنده مصدر. نعم. هذه ناحية، إذن من الناحية الفقهية هكذا، ليس على الوالد وجوبا أن يزوج ولده ولا نفق عليه بعد البلوغ، ولا نفق، لكن إذا قام الوالد بذلك فذلك نوع من الصلة، صلة الأرحام، وهذا ما يفعل في الغالب إلى الولد. ناحية أخرى أيضا من الناحية الفقهية، أن من قال بوجوب الحج على الفور على الوالد إذا كان ذاك الحج حج فرض أن يحج حجه فرضه، ومن قال بالتراخي أنه ممكن يحج في سنة قادمة أو سنة بعد ذلك، فإنه درءا للمفسدة
لا سيما اذا كان الولد يعني نعم في فتنه ونحو ذلك. والفتنه واقع والفتنه موجوده. فاذا قام الوالد بتزويج ولده فان ذلك فيه من الاجر والثواب الكثير ان شاء الله، لانه درأ مفسده عن ولده وحصنه من الفتن والوقوع في المعاصي. فاذا الامر فيه سعه، الامر فيه سعه، يحج فرضه. وإن كان يأخذ بقول من قال بالتراخي لا على الفور، يمكن أن يؤجل الحج ويزوج الولد. نعم. يعني أنا دكتور دعني أصور المسألة على الشكل التالي، هل ننظر إلى حال الولد؟ إذا كانت حال الولد أنه ربما لا سمح الله يرتكب المعاصي، أو ولد يعني ملتزم ويمكن أن نؤخر له الزواج، فيمكن هنا أن يحج، أما في المسألة الأولى ينبغي أن يزوجها. هذا يقال في من يرغب الحج ويريد الزواج، أي يقدم الحج أم يقدم الزواج؟ هذا في حق الشخص نفسه. جميل. أنه يحج أم يتزوج. فإن كان يخاف على نفسه الوقوع في المعاصي فذلك الزواج مقدم على الحج. وإن كان يستوي الأمران فإنه إن أراد أن يحج وإن أراد أن يتزوج. وكذلك من ناحية الوالد، إذا علم يقينا أن ولده واقع في الفتنة وقد أحاطت به المفاسد ويريد أن يحصنه فذاك أجر عظيم إن شاء الله. وهنالك أبناء صالحين وشباب مستقيمين نشأوا في طاعة الله وحصنوا أنفسهم بعبادة الله، يؤمن شرهم ولا تخشى عليهم الفتنة، فهذا يمكن أن يؤجل زواجه إلى أن يحج والده ثم يزوجه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. السؤال دكتور معي نصف دقيقة لعله، موضوع الحج عن الغير ويدفع بعض الأموال، هل يجوز هذا؟ هل أم يجب هو أن يحج عن والده مثلا الذي مات مثلا؟ الحج عن الغير يشترط فيه لمن يحج عن الغير أن يكون قد حج هو بنفسه، هذه ناحية. الناحية الثانية، إن قام الولد بالحج عن والده ذاك أكثر أجرا وأكثر فضلا. لكن لو قال لك أنا في عمل أو أنا في تعب أو في نقص صحة وعافية وأريد أن أحجج عن والدي، فذلك أمر جائز أيضا لما ورد من الآثار الصحيحة في ذلك، وهو مخير بين أن يحج بنفسه أو أن يحجج غيره عن والده أو عن والدته. دكتور، هل يعود الحاج بعد أن أدى فريضة الحج يعني معصوما عن الخطأ، أم لابد أن الإنسان مجبول على الخطأ بعد أداء فريضة نحن نقول الحج؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا ذهب الإنسان إلى تلك الأراضي وتاب إلى الله عز وجل وغفر الله له ذنبه، والأصل أن يستقيم، وأن من علامات قبول الحج أن يكون أصلح حالا بعد الحج من قبل الحج. لكن هذا الإنسان بشر، لن يكون ملكا ولن يكون نبيا معصوما. فإذا وقع في الخطأ فهو بشر، يسأل الله أن يعفو عنه ويتوب إليه في كل وقت. أسأل الله عز وجل ذلك وأن يرزقنا الحج. مشاهدي الكرام، حقيقة لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم حسن، كبير وعاظ في شؤون في دار الشؤون الإسلامية في دبي. وأيضا أقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.